الانترنت. تقرير مقدم من قبل الطالب حيدر المجيد هيدي سلفته، كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات المرحلة الرابعة، بإشراف الأستاذ أحمد ستار الحسين. الانترنت، ويلقب بشبكة المعلومات أو الشبكة العالمية الشبكة العنكبوتية، وهي شبكة اتصال عالمية تسمح بتبادل المعلومات بين شبكات أصغر تتصل من خلال الحواسيب حول العالم، وتعمل وفق أنظمة محددة ويعرف بالبروتوكول الموحد، وهو بروتوكول الانترنت. وتشير كلمة انترنت إلى جملة من جملة المعلومات المتداولة عبر الشبكة، وأيضا إلى البنية التحتية التي تنقل تلك الشبكة والمعلومات عبر القارات. ترتبط شبكات الانترنت ما بين ملايين الشبكات الخاصة والعامة، في المؤسسات الأكاديمية والحكومية ومؤسسات الأعمال والتباين في نطاقها ما بين المحلي والعالمي، وتتصل بتقنيات مختلفة من الأسلاك النحاسية والإياف البصرية والمواصلات اللاسلكية، كما تتباين الشبكات تلك الشبكات في البنية الداخلية تقنيا وإداريا. تحمل شبكة الانترنت اليوم قدرة عظيمة من البيانات والخدمات، ربما أكثر شيوعا اليوم صفحات النصوص الفارقة المنشورة على الويب، كما أنها تحمل خدمات وتطبيقات أخرى مثل البريد وخدمات التخاطب الفوري وبروتوكول نقل الملفات والاتصال الصوتي وغيرها. وقد أفادتنا شبكة الانترنت اليوم أثرا اجتماعيا وثقافيا في جميع بقاع العالم، وقد أدى إلى تغيير مفاهيم التقليدية لعدد من المجالات مثل العمل والتعليم والتجارة، وبروز شكل آخر لمجتمع المعلومات. لكل شيء يوجد مميزات وعيوب، وشبكة الانترنت لا تخلو من المميزات ولا تخلو من العيوب. مميزات الانترنت: توفر تقنية اتصالات سريعة، توفر تقنية وبرمجيات حاسوب متقدم، تعدد اللغات المستخدمة في الشبكة، تنوع استخدامها في جميع المجالات ذات أهمية في أسلوب حياتنا المعاصرة، السرعة وبالتالي توفر الوقت والجهد على الباحث، منع احتكار المعلومات. يوجد بعض الجوانب السلبية لاستخدام متواصل لشبكة الانترنت: استخدام الأطفال لمواقع الانترنت والمواقع الخاصة يعرضهم لخطر التحرش من قبل بعض المرضى، الجلوس الطويل أمام شاشات الحاسوب يسبب بعض الأضرار الصحية مثل المساعدة على زيادة الوزن، ضعف البصر وغيرها الكثير. الاستخدام الكثير لشبكة الانترنت يقلل من اجتماعات أفراد العائلة، زيارة الناس بصورة عامة المواقع المنوعة على شبكة العنكبوتية التي أصبح متناول الجميع، يؤدي إلى من حالة من الانعزال عن المجتمع والتواصل معه. التطبيقات، محركات وأدلة البحث، وهي برامج متخصصة في الشبكة الاتصالية تفيد المستخدم وتسهل عليه عناء البحث الطويل، حيث يقوم المستخدم بوضع كلمات البحث لكي يتم البحث عنها، وهي برامج متصلة بمواقع كثيرة لكي يتم استخراج المعلومات والبيانات المبحوث عنها، ومن أشهر هذه المواقع العملاق جوجل. اثنين، الشبكة العنكبوتية. ثلاثة، البريد الإلكتروني. البريد الإلكتروني هو برنامج معد مسبقا من قبل شركات معينة تفيد المستخدم في تبادل الرسائل الإلكترونية بسرعة فائقة، ويقصد هنا بالرسائل الإلكترونية والمعلومات والبيانات والصور، ومن أشهر هذه المواقع الهوت ميل والجيميل وغيرها كثير. أربعة، مواقع التواصل الاجتماعي. يتم فيها تبادل الأخبار الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وهي عبارة عن مواقع يشترك فيها المستخدمون لتبادل الآراء والأفكار، منها الانستغرام، فيسبوك وغيرها الكثير. خمسة، مواقع الويب، وهي برامج تكييف وتعرض المعلومات والبيانات، وهي في الأصل أرقام ولكن يتم ترجمتها إلى كلمات وتعرض للمستخدم على الشاشة. ستة، الاجتماعات والمؤتمرات. يستطيع مستخدم شبكة الانترنت أن يشاهد ما يعرض في الاجتماعات والمؤتمرات من خلال برامج النقل الصوري والصوتي عبر الشبكة بكل سهولة، ومنها البرنامج الزوم. سبعة، الجامعة الإلكترونية، وهي مؤسسات جديدة تستخدم الانترنت كوسيلة لنشر المعرفة والارتباط بالطلبة، وغالبا ما تعتمد على منتديات الجامعة التي تمكنها من سرعة التواصل وتفتح مجالا مباشرا للنقاش والحوار بين الطلبة والأساتذة والدكاترة وطلاب العلاقات العامة. التقنيات، إن شبكة الانترنت تعتمد على ما يعرف في عالم تصميم الشبكات بأنه تصميم بسيط، لأن شبكة الانترنت تقوم بعمل وحيد أولي وبسيط، وهو إيصال رسالة رقمية بين عقدتين لكل منهما عنوان مميز بطريقة التخزين والتمرير بين عقد عديدة من بينها عقدة المرسلة والعقدة المستلمة، بحيث لا يمكن التنبؤ مسبقا بمسار الذي تتخذه الرسالة عبر الشبكة، كما يمكن أن تقسم الرسالة إلى أجزاء يتخذ كل منها مسارا مختلفا وتصل في الترتيب غير ترتيبها الأصلي.
الذي يكون على العقد المتلقي أن تعيد ترتيبها ترتيب الرسالة كما كانت، وهي فئة من بروتوكولات الشبكة وتعرف بتسيير الرزم.